صباح النور، صباح الورد، نهاركم اسعد ايام. اش حالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس كلكم وبصحه جيده. جيتكم اليوم فيديو جديد. الفيديو بتاع اليوم مش نعملوا فيه الباتيه المالح بالعجين المورق الجاهز. وقبل ما نبدأ الفيديو نبدأ بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه لمكونات الحشوه، عندي حكه، عندي شوي معدنوس، شوي جبن موتزاريلا مبشور، وعندي 5 كعبات عظم مصموطين، وعندي فلفل اكحل وملح، وعندي زوز باكوات هذوما من البات فيتي. كل باكو فيه 250 غرام، يعني الزوز 500 غرام، 500 غرام بات فيتي. ولهنا باش نقصيتهم كعبات العظم، قصوهم جويد كما تحبوا تقصوهم، وفرغتهم في صحفة. وباش نحط عليهم التن، التن هذاك عصرتهم الزيت نتاعو، ونخلطهم مع بعضهم بالكدا. ومن بعد نزيد المعدنوس ونخلط، ونزيد الموتزاريلا. بالنسبة للجبن تنجموا تعملوا موتزاريلا، تنجموا تعملوا أي نوع من الجبن الموجود عندكم تعملوه، وتجي بنينة في الحالتين. وبالنسبه للحشوه زاده نجموا تعملوها بالهريسه، صوص طومات معاها التن ومعاها العظم، كيما تحبوا انتم اعملوا. يعني الطريقه هذه متعلمتها من ظهر لي 98 99، تعلمتها من شيف وقيتها عندي، وقعدت نستعمل فيها ونعمل العجين المورق. نعم نتبع الطريقه هذه، ومره عملتها بالهريسه ومره عملتها بالصوص، معناتها كيما تحبوا تتفننوا تفننوا. لهنا كنفوح فيهم بالفلفل الاكحل والملح. و يعني راني ديما العجين البات فيتي نعمل فيها وحدي في الدار، اما يحب لها خدمه ويحب لها عجنان وتحطها في الفريجدار وترجع تحلها، وكل تحب لها وقت ويحب لها جهد ويحب لها بالطبيعه تعب. اما ملي وما لقيتش الحقيقه لهنا، كنت نشري في زبده التوريق، اما عندي مده ما لقيتهاش. هكا وكي مشيت للمغازان نشري في المونه نتاعي، لقيتهم جايبين من الباتفيتي هذه، والله فرحت كي لقيتها، خاصة تو الدنيا سخونة، ماذا بينا على الحاجة في ساعة في ساعة نعملها. وليت شريت منها 3 باكوات، زوز هذوما هاني عملتهم تو، واني العجينة جاني معناتها بزايد، وليت حتى الباكو الآخر من بعد عملته، تشوفوني في آخر الفيديو شنو عملت بيه. وبالعجينة بالحشوة هذه فضلني منها خاطر. تو لهنا حليت العجينة وجبت السوتاس، السوتاس خاطر الكيسان متاعي كل صغار واني حبيتها كعبة كبيرة شوي، جبت السوتاس وشكلت به الدوائر متاع الباتي متاعنا. كل كعبة يحب لها زوز معناتها دوائر. هذوكم نحط البات من اللوطة، ونحط الحشوة متاعنا، واني الجوانب تاعها تنجموا تسكروهم بشوية ماء، ولا تنزلوا عليهم بالكدا كيما راني نعمل تو، يتسكروا ومن بعد تزيدوا اضغطوا عليهم بالفرشيطة. ومن فوق نزلت عليها شويه بالبختام تاع دبوزه باش تعطيني شكل باهي. وكهو يعني هذه اللي تعلمتهم على الشيفان تاع لي باتيري قبل. برشا حاجات الحقيقه تعلمتهم من عندهم، برشا وصفات تعلمتهم من عندهم، بارك الله فيهم. وكي نسالهم على حاجه يورونا، وكيف باش يعملوا حاجه ينادونا قلنا يجوا شوف حاصلوا يرحم والديهم. لهنا بعد ما نزلت عليها بالفرشيطه هكا نستوي فيها بهذايا نتاع البيتزا باش تعطيني منظر هيك مزيان، خاطر بصراحه حاجه كي تولي معناتها منظرها مزيان تشهي اكثر. شوفوها لهنا. وجبت بطبيعه الصينيه نتاعي، حطيت فيها بابيي كويسون، حط وباش نحط الكعيبه بحذا الاخرى لان نعبي الصينيه نتاعي الكل. هكا كان نعملهم الكل. هاني كعبات عملتهم مدورين كيما تشوفوا فيهم هكا، وكعبات اخرين عملتهم مثلث، وظهر لي عملت كعبه واحده كاري وتظهر لي هكا. المهم كيما تحبوا انتم شكلوا لهنا. هذا باش نعمل الكعبه هذه عملتها كاري، والاخرين الكل باش نعملهم مثلث ودوائر. هذه هي الطريقه، ما فماش ما اسهل منها، والله راهي بنينه بنينه على الاخر. وتحضروا الفرن تاعكم على تسخنوا شويه، اني المره الاولى حطيته على 150 خليته كيسخن شوي. وكيف حطيت مش نحط الباتي نتاعنا، حطيته في 180 خليتهم نص ساعه، وحضروا نص ساعه ولا اقل شويه. المهم هكاك بين 4 دراج حتى نص ساعه لماكسيموم. في
فيسع يطيب، وخطر البات فيتي فيسع فيسع ما تطيب. يعني هني هذوم عملتهم على شكل مثلث نفس الطريقة نسويهم. وهذوما هما الكعيبات اللي تحصلت عليهم الكل. تو هنا جبت صحفة حطيت فيها أصفر بيضة، وحطيت وصبيت فيها شوية حليب، وعملت فيها يعني عصير قارص. ماني منحبش ريحة العظم بصراحة. وتوا ندهن فيهم الكل بالأصفر العظم هذاك باش يعطوني هكا اللون المزيان الأحمر المزيان، ونحطهم في الفور. يعني تو هاني باش نحطهم في الفور. الفور متاعنا حاضر وسخن وكل، نحط فيه كعبة الباتي متاعنا. عامل هني كعبة الباتي على زوز صينية الكبيرة وصينية الصغيرة. هذه الكمية اللي تحصلت عليها، هذا هما الكعبة الباتي متاعنا حاضر. والله صدقوني ريحة ما نحكي لكم، بنينة بنينة على الاخر، ويشهوا ويجوا يتقرمشوا هكا. ما تعرفوا البات فيتي كيفاش تبدأت معناتها تتقرمش، والله بنان بنان على الاخر. ان شاء الله تجربوهم وتعجبكم الطريقة وتعجبكم الباتي. ومن المستحسن كان لقيتوا البات حاضرة احسن. ها هما الكعبات متاعنا، شوفوهم، هذا هما كعبات الباتي متاعنا. والله شو بنان بنان على الاخر، ما شاء الله. نودكم ومنشهيكم، وان شاء الله قسمكم في الجنة. كان عجبتكم القناة بتاعي وكان عجبتكم وصفاتي، اشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ويعيشكم وبارك الله فيكم الناس الكل، وان شاء الله في ميزان حسناتكم. يعني لهنا توا حضرت مع الباتيه هذه، حضرت معاها صحين سلطة تونسية كما تشوفوا فيها، وعملت عليه رشة نعناع، وبعد باش نزين الصحن بتاعي وشوية دلاع. وهذا هنا التصويرة هذه في الليل، هذه العجين الحشوة الفضلات اللي عملت بها كتارت، عملتها كعبة واحدة. شوفوا والله جت بنينة ما نحكي لكمش يا البنات بالبن. هكا طلعنا على السطح وتعشينا غديك وفي الهواء الطلق. ولهني حضرت طيبت لهم معاه كويس تاي ومع شوية لوز أخضر، والحمد لله اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. وتاي منعنع أخضر بالنعناع وخفيف ما شاء الله. ما تنسونيش من اللايك بتاعكم ومن تعاليقكم المزيانة كيفكم، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسلام الناس كل في أمان الله.